معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع من أربيل هاتفيا المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية سيد فائز الشاووش. مرحبا بك شيخ فائز. تظاهرات في البصرة أيضا وبغداد وغيرها من المدن، كيف طبعا تنديدا بسوء الخدمات، ما تداعيات هذه التظاهرات في رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك وإلى كادر قناة الرافدين وإلى مشاهديكم الكرام. وحياك الله. نحن رأينا في هذه المظاهرات منذ البداية، قلنا بأن هؤلاء الطبقة السياسية الذين حكموا العراق خلال 14 عام لا يعقل لدى كل عاقل في العراق وخارج العراق أن تكون هي المصلحة بعد 14 عام من التخريب وسرقة أموال الشعب العراقي والتهجير والقتيل والاعتقالات والاختطافات وشرعنة الميليشيات وشرعنة هيمنة إيران على الملف العراقي بالكامل. وبالتالي يجب على الشعب العراقي التواصل في هذه المظاهرات، لكن بنفس الوقت يجب العزوف عن الانتخابات وليس التغيير، لأن التغيير ليس بالوجوه بل إنما التغيير بإنهاء هيمنة إيران على الملف العراقي وإنهاء الأكثرية والأقلية المثبتة في الدستور وإنهاء هذا الدستور الذي أقر المحاصصة والطائفية والمحاصصة الحزبية وأقر شرعنة الميليشيات وشرعنة العصابات وشرعنة كل ما هو كل الجرائم التي خطت العراق خلال 14 عام. مع سوء هذه الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تظاهر المواطنون من أجل تحصيلها، ما مصير الأموال؟ أين تذهب الأموال التي ترصد في الموازنة السنوية لهذه الخدمات في مجلس النواب؟ يعني أكيد هي كل الموازنة التي سرقت منذ خلال 14 عام هي في جيوب المسؤولين من الساسة، وإن كان جميع الساسة من الشيعة والسنة وكل المكونات الأخرى. وبالتالي قلنا ونقول بأن العلاج لمحاربة الفساد وللتغيير ولتحسين العراق ولإعادة ثرواته ولمحاسبة الفاسدين، التغيير لا يتم عن طريق هذه الطبقة السياسية بل إنما التغيير الشامل بالعراق. ويجب إدامة هذه المظاهرات وفتح الأصيان المدني والاعتصامات المستمرة لحين تحقيق أو تغيير جذري لهذه العملية السياسية في العراق. وأؤكد مرة ثانية بأن التغيير ليس بتغيير اللجوء بل بأكثر شيء بإنهاء هيمنة إيران على الملف العراقي. ومثلما صرح آخر قادة في إيران آخر تصريح عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيرانية عندما يقول سيكون رئيس الوزراء القادم هو من تلاميذ قاسم سليماني وليس من أصدقاء قاسم سليماني، بل عندما تلميذا أي جندي لدى قاسم سليماني يكون رئيس الوزراء العراقي هذه الدولة العظيمة ذات الحضارة وذات التاريخ العريق منذ أكثر من 6000 عام. شيخ فائز، على الرغم من اقتراب الانتخابات، كيف تفسر عدم استجابة الحكومة في بغداد لمطالب المتظاهرين على الرغم من أنها مطالب بسيطة لخدمة ضرورية؟ يعني عندما تحقق الحكومة جميع مطالب الشعب العراقي قبل الانتخابات بالتالي سيؤثر على العملية الانتخابية. هناك مقولة ولا أريد أذكره على الإعلام، يبدو بأن هذه الحكومات المتعاقبة متعمدة بإذاء شعب العراق وبتجويعه حتى يكون مطيعا لكل ما تسبو إليه هذه العملية السياسية وشخوصها وأحزابها. وبالتالي نؤكد على أنه يجب مواصلة التظاهرات والاعتصامات والأصيان المدني لحين إزاحة هذه الطغمة الفاسدة من العراق. شكرا جزيلا لك من أربيل، متحدث رسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش.